اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد الإشعار على تطبيقكم شيئين. قم بالضغط هنا على تطبيق شيئين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على حول شيئين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعار، وهنا سوف نقوم بإيجاد المعلومات عن إشعار. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.